عايزة أفكركم بحاجة لطيفة كده. دايماً بشوف كوميكس على موضوع إيه إعلان الوظائف، يقول لك إيه في إعلان وظيفة حديث التخرج وخبرة 3 سنين، وكوميكس بقى وطريقة فظيعة من الشباب والشابات حوالين، قال له اللي كتب الإعلان ده ما بيفهمش حاجة، طب إزاي لسه متخرج جديد وعايزين خبرة؟ أيوة طبعاً ممكن يبقى متخرج جديد وعنده خبرة، بالبلدي كده عايزين الشباب والبنات المطقطقة المدقدقة اللي من أول ما دخلوا الجامعة وهم دخلوا على طول في الأنشطة الجامعية، مش يا إما قعدوا في المدرج يا إما قعدوا في الكافيتيريا، لا قعدوا في المدرج وقعدوا في الأنشطة الجامعية، يعملوا أنشطة، يعملوا رحلات، ينظموا معارض. كمان الشباب الشاطر اللي بينزل جمعيات أهلية ويختار الأنشطة اللي عايز يعملها، سواء خيرية يروحوا ملاجئ ويروحوا مستشفيات، أو تنموية يساعدوا الناس على أنهم يقفوا على رجلهم ويعملوا مشروعات، أو حتى دفاعية يتكلموا في قضايا عامة ويتكلموا في التوعية. كل الحاجات دي بتدي للشباب دي الخبرة حتى من غير ما يتخرجوا. بعد التطوع مستوى شخصية الشباب والبنات بيختلف على فكرة، بنشوفهم بقى لما بيقولنا في الانترفيوهات من الدخلة كده، من أول ما الولد ولا البنت يدخل كده الانترفيو، شكله، شكلها، طريقة لبسهم، طريقة كلامهم، فردة اكتافهم، ثقتهم بنفسهم بتقول إن عندهم خبرة. علشان كده مش صعب خالص ولا هي نكتة إن حد يبقى خريج حديث وعنده خبرة 3 سنين، لأن في سوق العمل ما بيبقاش مطلوب الخبرة في علم الذرة، لكن مطلوب الخبرة بالمهارات الأساسية، مش هنبدأ من تحت الصفر. تعالوا نشوف أو نجاوب على السؤال بتاع هو العمل التطوعي ممكن يسهل عليا إن أنا ألاقي وظيفة؟ تعالوا نشوف الإنفوجراف ده ونتكلم أكتر. هل يساعد التطوع في الحصول على وظيفة؟ 1- تتعلم مجالاً جديداً. في بداية فترة تطوعك حاول أن تستغل فوائد العمل التطوعي جيداً. تعلم مجالاً آخر بجانب تخصصك الدراسي، مثل كتابة المحتوى والتدوين والترجمة والبرمجة والتصوير وتصميم الجرافيك وتصميم المواقع. 2- احضر الورش والفعاليات. جميع الكيانات التطوعية بلا استثناء تقوم بتقديم عدد كبير من الورش والتدريبات لأعضائها ولغير الأعضاء لتعليمهم المهارات اللازمة لإيجاد وظيفة، والمعروفة بسوفت سكيلز، كمهارة التواصل الاجتماعي وتنظيم الوقت والعرض والتقديم والإقناع وغيرها. ويمكن أن تتعلم من خلالها كتابة السي في وكيفية اجتياز مقابلة العمل. 3- احصل على تدريب صيفي internship. التدريب الصيفي الذي يتاح عادة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بالجامعة يعطيك الأولوية للتعيين بتلك الشركة فور التخرج. أظن ما جبتش حاجة من عندي. العمل التطوعي يخلينا نقدر نلاقي وظيفة؟ طبعاً، لأن المهارات الأساسية بنتعلمها فيه، وفوق كده بيوسع دائرة علاقاتنا. إحنا مش بس بنلاقي وظيفة، سر بيني وبينكو ممكن تلاقي عروسة كمان أو عريس، لأن دائرة العلاقات لما بتوسع بنشوف ناس أكتر ونتعرف على ناس أكتر. صح الكلام؟ شوفكوا بعد الفاصل.